المشاهدات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أنا في غاية الإسعاد، أن ألقاكم في هذا البث المباشر، وفيكم إخواني وفيكم أحبابي وفيكم خلاني وفيكم أصحابي وفيكم طلبتي، فكلكم أعزاء على قلبي، وفيكم من هم داخل البلاد داخل المغرب، ومنكم وفيكم من هم خارج المغرب إخواننا المهاجرين. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويسلمهم، وأن يؤمننا ويؤمنهم، وأن يثبتنا وأن يثبتهم. أتقدم بجزيل الشكر والثناء العظيم، أثني على الإخوة القائمين على هذه الصفحة المباركة ثناء خاصا، وأبعث لهم جميل التحايا من داخل منزلي بلسان عموم المواطنين والمواطنات المغاربة، وأقول لإخواننا إننا نحبكم في الله، وأنتم جزء منا ونحن جزء منكم، ولا يمكن للجسد الواحد أن ينفصل، يعني قد تنفصل أجسادنا وأبداننا لكن أرواحنا واحدة، نحن وأنتم على قلب رجل واحد إن شاء الله تعالى. أنا اليوم أريد أن أتكلم حول موضوع غاية في الأهمية، وهو الموضوع الذي أشار إليه الإخوة في الملصق في العنوان، وهو أي دور للمتكلمين في الدين اليوم، يعني أقصد أي دور للمتكلمين في الدين في زمن كورونا، أي زمن هذا الوباء الذي أجلب على الإنسانية كلها بخيله ورجله وأرعب الكل وأحدث هلعا لا يمكن أن يتصور، وقلب جملة من المعايير، وغاير مجموعة من القناعات، وبدل مجموعة من الاعتقادات عند الناس. أريد أن أحدثكم هذا الحديث حول هذا الموضوع من خلال نقطتين اثنتين أو زاويتين اثنتين، أو إن شئتم سموهما محورين اثنين. المحور الأول واقع الخطاب الديني اليوم، واقع الخطاب الديني اليوم، كيف هو اليوم وما هي إكراهاته. ثم الزاوية الثانية أو النقطة الثانية هي المتعلقة بأدوار المتكلم في الدين في أزمنة الضراء، يعني في أزمنة الوباء، وهما محوران متكاملان. وأنا سأحاول إن شاء الله تعالى قدر الإمكان أن أبسط ما يمكن تبسيط المعارف التي سألقيها على مسامعكم. أول زاوية ينبغي أن نتحدث عنها هي اليوم الخطاب الديني اليوم، ينبغي أن نتعرف على لمحات عن واقعه وكيف يحيا هو اليوم، لأن هذه الكلمة هي متعلقة بهذا الموضوع ذي الأهمية. قضية طالما أثيرت إن كانت مسلمة عند المسلمين، اللي هو الخطاب الديني بقوة وجودته وأثره وكثير من أدواره في حياة اليوم، لكنها محل شك، محل شك وتردد عند الكثيرين الذين يلمزون هذا الخطاب الديني ويحدثون جلبة ويحدثون اضطرابا في الحقيقة لا يلتفت إليه. كيف هو واقع الخطاب الديني اليوم؟ لأن الخطاب الديني هو نابع من أي شيء، نابع هو نابع من المرجعية دياله، ونابع من نصوص تراثه. الخطاب الديني نابع من الوحي، نابع من تراث الأمة المجيد. فالخطاب الديني وقوته وأثره وينبغي أن يفهم من الإيمان المطلق بوفاء الإسلام بكل مقتضيات العصر، وأن هذا الدين له الكلمة العليا، وأن هذه الملة تستطيع أن تكون لها كلمة في كل قضية من قضايا الحياة المستجدة. هذه الحضارة الإنسانية بإفرازاتها وبقوة هذه الإفرازات وبسرعة التطورات التي تحدث
سواء على في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي أو أي مجال من المجالات. الخطاب الديني يمكن أن يسير هذه المجالات، الشريعة الإسلامية يمكنها أن تسير هذه المجالات. نحن المسلمين عندنا هذه مسلمة، لأنه ما من قضية إلا والإسلام قد أحاط بها في كل عصر وداخل كل مصر ومع كل إنسان، مع كل إنسان. فهذا الإسلام يجري مع الأناسي أينما جرى ويمشي معهم أينما مشوا. تستطيع هذه الشريعة أن تضع كل القضايا تحت مجهرها. تستطيع هذه الشريعة أن تسعى السعي الحثيث إلى الحديث عن كل قضية من قضايا هذه الحضارة الإنسانية. ولكن لا يمكن لأي أحد أن يكون في الموضع إلا من حددهم الشارع. لا يمكن لهذه القضايا أن ينبري أو اللابسون أثواب زور العلم، وإنما ينبغي أن ينبري لها المتخصصون في العلوم الملية، المدركون الشريعة، المدركون للنظرة الشمولية لأحكامها. فهؤلاء الذين ينطلقون من التأصيل والتفصيل، من تأصيل هذه القضايا وتفصيلها على أرض الواقع، وتفصيل هذه النظريات العامة للإسلام وكلياته لتأخذ مكانها على مستوى التنزيل ومستوى التطبيق. ينبغي أن نعلم جميعا على أن ما في أيدي العلماء عظيم جدا. ما في أيدي العلماء اليوم كنوز، كنوز من العلم وكنوز من المعرفة. اليوم العلماء والمتكلمون في الدين عموما لهم من القدرة الشيء الكثير ما يجعلهم يستطيعون أن يكسروا شوكة هذا الباطل. لديهم من الفهم الثاقب ما يؤهلهم للنظر في هذه القضايا المستجدة وهذه النوازل المعاصرة، واستنباط ما يمكن استنباطه من الأحكام الشرعية، لأن هؤلاء هم حملة هم الأمة، ليسوا منزوين عنها في المحارب والمساجد، وليسوا بعيدين عن هموم الأمة، ولكنهم هم جزء من هموم الأمة. ولذلك عدوا في التاريخ منذ مجيء هذا الكتاب ومنذ اتصال الأرض بالسماء نبينا عليه الصلاة والسلام، عدوا أنهم هم صمام أمان هذه الأمة، هم أمانتها وصمام أمنها. لعل الإخوة يعلمون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بردة عن أبيه، أن نبينا عليه الصلاة والسلام رفع رأسه إلى السماء، وكان يقول أبو بردة يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فرفع رأسه إلى السماء وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم السماء ما توعد، وأنا لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا من شأنه أن يحدث معادلة دقيقة ربما غابت عن أذهاننا وغابت عن واقع حياتنا اليوم. هذه المعادلة تضمنها ما يلي: أن العلماء متى تقدموا تأخر غيرهم، ومتى تأخروا تقدم غيرهم، لأن الحياة حيز تحتاج إلى ملء. الحياة حيز والطبيعة لا تقبل الفراغ، ولذلك إذا تقدم العلماء بإرشادهم وتوجيههم وتأطيرهم وجميل صنيعهم وتقدمهم في الناس بالفتيا وبالترغيب وبالترهيب وبتبيان التعلق، تعالى إذا تقدموا على هذا النحو المرضي، فإنه لا شك لن يمكن أن يبقى حيز لأي أحد آخر أن يوجه ويرشد مكانهم أو أن يزاحمهم. وإذا تأخروا فإنه لا شك على أنه سيجدون من يقوم مقامهم. وهذا يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا واحد الحديث مهم جدا خصنا نفهمه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه معادلة دقيقة جدا نحتاج
إلى أن نعملها في واقع حياتنا. نعم، المعادلة معناها على أنه ثمة طرفان، ثمة طرف الحق وثمة طرف الباطل، ثمة طرف الرحمن وثمة طرف آخر للشيطان، أولياء لهذا وعباد لهذا، أولياء الرحمن أولياء عباد الرحمن وأولياء للشيطان. فهناك طريقان منفصلان مختلفان تماما، إذا تقدم أحدهما تأخر الآخر، وإذا تأخر الآخر تقدم الأول، وهكذا في هذا التلازم بينهما. الصراع بينهما قوي جدا، والسباق قوي جدا على أشده، والذي يحمل مشعل هذا السباق هم العلماء، لأنهم هم صمام أمن الأمة، وهم أمامها، هم الأمان لهذه الأمة. ولذلك هذا الحديث الذي ينبغي أن أحدثكم اليوم، وأنا قد خضت في زاوية من زواياه المهمة، وله أكثر من في نظري أنا. الأهمية الأولى هو ما يشهده واقع الناس اليوم، الواقع فيما يتعلق بحصول نوع من الازدراء، نوع من الازدراء لعلماء الشريعة، نوع من التحامل عليهم، محاولة التنقيص من أقدارهم. ما قيمة علماء الشريعة في حياة الناس؟ كيف يمكن لهذه الطائفة من المتكلمين في الدين، من الخائضين في نصوص الوحيين القرآن والسنة، كيف يمكن لهم أن يكونوا موجهين ومرشدين؟ كيف يمكن لهم أن يكونوا في مقدمة الأمة بصنائعها وبعلومها وبتقدمها وبتقنياتها وبكل ما يمكن أن يكون لهذه الأمة؟ وحتى قال قائلهم اليوم، هذا مما أنتم تشاهدونه وتتكلمون أكثر منه، حتى قال قائلهم اليوم أننا وجدنا الطب لما وقعت الكورونا وجبرنا الطب، ولكننا ما جبرناش الشريعة وما جبرناش علماء الشريعة. وهذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام فيه مبالغة كبيرة جدا، وهذا الكلام على نحو كبير جدا من الخطأ والخلط، هذا فيه خلط كبير. نبل الطب وجودة علم الطب وضرورة علم الطب، هذا أمر لا يشك فيه، لا يمكن لأحد سواء كان مسلما أو غير مسلم أن يشك في قيمة علم الطب في حياة الأمم، لأنه متعلق بالأبدان، متعلق بالأجساد، بصحتها وعافيتها وما يتعلق بها. ولكن مع نبل علم الطب، ونبينا عليه الصلاة والسلام، أنتم تعلمون هذا الحديث، قال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. أو نبينا عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الطب، بمعنى أن هذا الذي يظهر هذا الدواء للناس، هذا أمره نبيل، لأنه يعمل بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا هكذا فهم المسلمون هذا الحديث، حتى إن الشافعي رحمه الله، وهو من هو فيه، يقول: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. ما كاينش شي علم بعد الحلال والحرام اللي هو علم الشريعة أنبل وأحسن من الطب. لكن الناس صاروا إلى هذه الأنواع من المبالغات، لأنهم احتاجوا إلى الطب احتياجا شديدا في زمن من الأزمنة، فظنوا على أن الطب يغير غيره. وهذه كما ذكرت لكم مبالغة عظيمة جدا. علاش مبالغة عظيمة جدا؟ لأن هذا الطب في حد ذاته لا يمكن أن يكون مستقلا أصلا. دابا اليوم واش كيسحبوا الأطباء مستقلون بأنفسهم؟ راه الطبيب باش يتخرج طبيب راه لابد أنه يقرأ واحد المجموعة من العلوم والمعارف، كيقرأ علم التشريح، وكيقرأ الكيمياء، وكيقرأ الفيزياء، وكيقرأ البيولوجي، وكيقرأ المعلوميات الانفورماتيك، كيقرأ واحد المجموعة من العلوم والمعارف. ورجعوا إلى هذا، رجعوا إن شئتم واسألوا الأطباء وطلبة كلية الطب، اسألوهم ماذا يدرسون الطب، ماذا يدرسون؟ يدرسون العلوم المختلفة، ولذلك العلوم تتداخل ويحتاج الناس بعضهم إلى بعض. فلا يمكن للطبيب أن يستقل بذاته وبمهنته وبعمله أبدا، كما أن الكيميائي لا يمكن أن يستقل، وكما أن الفيزيائي، وكما أن الإعلامي من يشتغل بالإعلاميات لا يمكن أن يستقل. فهي علوم تتداخل، الناس يحتاجون بعضهم إلى بعض. وفي القرآن الكريم ما يفيد هذا المعنى،
رفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالناس يحتاج بعضهم إلى بعض. الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، الناس يحتاجون بعضهم إلى بعض، ولذلك احتياج الناس للطب اليوم في زمن من الأزمنة في ظرف من الظروف لا يستعمل على أن الطب هو المهنة الوحيدة التي يمكن أن يصنعها كل الناس إليها كل الناس، وإنما هناك مهن أخرى ووظائف أخرى وصناعات أخرى ينبغي أن تنسى الحضارات كلها. هذا الأمر هذا مهم جدا، خص الناس تفهموه، خص الناس يفهموه. الأمر الثاني الذي أراه من المكان هو هذا التداخل ديال الاختصاصات والحديث عن كل شيء من لدن كل أحد. اليوم كل الناس يفتون وكل الناس يتحدثون في الدين وكل الناس في الشريعة، كل الناس يلقون الفتاوى وكل الناس يعلمون الحلال والحرام ويبسطون للناس الحلال والحرام ويقولون هذا يجوز وهذا لا يجوز، ومجموعة منهم لم يدركوا بعد ولم يشموا بعد الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي، وبين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وبين الناسخ والمنسوخ، وبين المحكم والمتشابه، وبين المطلق والمقيد، وبين العام والخاص. يعني أكثرهم لم يشموا بعد العلوم، لم يشموا مداخل العلوم الشرعية. فهذا الهرج الذي يحصل هو الذي يدعو إلى الحديث عن مثل هكذا موضوعات. ويأتي أيضا، وهذا من الأهمية بمكان، من خطورة المتحدث في الدين في حد ذاته. هذا الذي يتحدث في الدين، أي خطورة يحمل هذا المتحدث في الدين؟ طبعا يحمل خطورة. أولا هو موقع عن الله تعالى، موقع عن البلاغ عن الله تعالى، ومشي إنسان عادي، مش إنسان عادي، هو يتكلم عن الله تعالى، فهو يبلغ قول تبارك وتعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأن الحديث في الدين هو حديث مرجعيته الوحي، هو حديث خلفيته العصمة، فهو يتحدث عن الوحي ويتحدث بالوحي ويجد في ما يدعمه من الوحي ومن العصمة ممثلة في كتاب الله تبارك وتعالى وممثلة في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يجد أيضا قوته وأهميته من حجم المتربصين له الذين يبيتون له النيات السيئة والمقاصد المعوج. فهذه الزاوية الأولى التي أردت أن أحدثكم فيها، لا أدري كم مرة من الوقت، ولكن ليبين لي أحدكم كم مرة من الوقت حتى لا أطيل عليكم. طيب، الزاوية الثانية وهي مهمة جدا، وأنا نحاول أنني أن يعني نقربها لكم أكثر ما يمكن أن نقربها. شنو هي الأدوار اللي يمكن يقدمها اليوم المتكلم في الدين في أزمنة الضر؟ ما الذي يمكن أن يقدمه المتكلم في الدين؟ والمتكلمون في الدين كثر، المتكلمون في الدين هناك علماء الدين من المفسرين والمحدثين والأصوليين والفقهاء وغيرهم، وهناك الوعاظ الذين يعظون الناس بالكلمات الطيبة وبالعبارة الرقيقة الذين يدلون على الله تعالى بحالهم. وما هؤلاء الذين يحدثون الناس عن الله تعالى يرغبونهم فيما عنده ويرهبونهم في نار، هؤلاء من المتكلمين في الدين. هناك الخطباء الذين يخطبون على الناس، هناك الخطباء الذين يقفون في المنابر كل جمعة، يقفون على ما يمكن أن يقدمه كل هؤلاء. هناك المفكرون أيضا، هناك المؤصلون، مفكرون من المفصلين والمتحدثين في القضايا الفكرية ذات المرجعية الشرعية. أي أدوار يمكن أن يقدموها هؤلاء اليوم؟ أنا الذي أقوله أن ما يمكن أن يقدمه المتكلم في الدين كبير جدا، كبير وعظيم جدا. نشر الطمأنينة بين الناس. تعرفوا دابا في أزمنة الخوف وفي أزمنة البلاء، هي أزمنة هرجين ومرجين، وهي أزمنة فتنين، والأزمنة اللي كتكون فيها الفتن تطير فيها العقول وتتشتت فيها الأفكار. وفي القرآن الكريم ما يشير إلى هذا المعنى. القرآن الكريم فيه واحد الآية عجيبة جدا كتبين حال الإنسان إذا حصلت له فتنة،
فتنة من الفتن. ذكر الله عز وجل فتنة القيامة، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس تموج، الناس تموج لأنه زمن الفتنة، عقولهم تطايرت، حتى إن المرأة ألقت صبيها وهو ملتقم، وحتى إن الناس صاروا سكارى وهم على وجه الحقيقة ليسوا بسكارى وليسوا مخمورين، لم يشربوا خمرا قط، ولكن من شدة الهول ذهل الكل عن الكل، ولم يعرف الكل إلا نفسه. في هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات لا يثبت إلا أهل الإيمان، في أزمنة الفتن، في أزمنة الفتن يثبت أهل الإيمان. فإذا طارت العقول، وإذا طاشت الأحلام، وإذا تفرقت السبل بالناس، فإنه لا سبيل إلى الناس إلا إلى العلماء، إلى المتكلمين في الدين، فهؤلاء الذين ينشرون الطمأنينة بين الناس. ولذلك الخطاب المرجو الآن هو خطاب الطمأنات، وخطاب التقريب من الله تعالى، وخطاب الترغيب، وخطاب التحبيب. الكلمات طريقها إلى القلوب، لأن اليوم نريد أن نخاطب الأرواح قبل أن نخاطب الجوارح، نريد أن نرفع الخوف في زمن الخوف، نريد أن نستخرج من هذا العنصر الذي أحاط بنا من كل جانب، أن نستخرج منه اليسر والرحمة، نريد أن نستخرج من الرهبة، أن نستخرج منها القوة والثبات، نريد أن نصير هذه الانفعالات التي نحياها هدوءا وطمأنينة وأمنا وأمانا وسلاما نعيش فيه. وهذا لا يقدر عليه إلا المتكلمون في الدين. الناس يلجؤون إلى كل الناس، ولكن لا أحد يستطيع أن يطمئنهم. الناس يطرقون كل الأبواب، ولكن لا تحصل لهم طمأنة، وإنما الذي يطمئنهم هم أهل الدين. الناس يسألون كل الناس، لكن ليس الحل بيد أحد، إنما الحل بيد أهل المتكلمين في الدين. هذا الأمر الأول مهم جدا. الأمر الثاني هو تقريب أو تعريف الناس بالله تعالى في هذه الأوقات الضر. الناس في أزمنة البلاء يحتاجون إلى أن يتعرفوا عن الله تبارك وتعالى، يحتاجون إلى أن يذكرهم المتكلمون في الدين، أن يذكروهم بقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يريد المتكلمون في الدين أن يلقوا في دواخل الناس أن كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، أن يفهموا الناس على أن الله عز وجل كتب مقاريض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. يعلم الناس على أنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الشفاء. يعلمون الناس في تعلقهم بالله تبارك وتعالى: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا لا يقدر عليه أي أحد، هذا لا يقدر عليه إلا المتكلمون في الدين. هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يعلموا الناس معنى الاحتساب، أن الإنسان جالس في داره في حجر الصحي، في التدابير الاحترازية التي يعني اتخذتها السلطات سواء في المغرب أو في خارج المغرب، يعلم الناس على أن قعودهم في المنازل هو من باب الاحتساب وإخلاص النية لله تبارك وتعالى في هذا القعود. هم اللي يعلموا الناس، وما يمكنش واحد يعلم الناس على أن ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذا لا يقدر عليه أي الناس، هذا لا يقدر عليه إلا المتكلمون في الدين. هؤلاء هم الذين يعلمون الناس على أن ما يصيب المسلم من شيء إلا كان كفارة له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر صبر فكان خيرا له. هكذا يعلمون، فهم يعرفون الناس بالله تبارك وتعالى في هذه الأزمنة التي تطير فيها العقول، والناس لا يصيرون يلتفتون إلى إلا إلى خوف دخل قلوبهم، وإلى رعب سيطر عليهم، وإلى هلع
ألم بهم، لا يلتفتون إلى شيء. حينما يأتي المتكلمون في الدين، هؤلاء هم الذين يجعلون الناس أحياء، يطمئنونهم، يصيرونهم أحياء، وحينما يعرفونهم بالله تبارك وتعالى يصيرونهم أحياء. المتكلمون في الدين عندهم قدرة أخرى مهمة جدا، وعندهم دور كبير جدا، يستطيعون أن يحدثوا توازنا مجتمعيا. نعم، توازن مجتمعي على مستوى تبديل للناس، إعادة ترتيب الأولويات. الناس اليوم الأولويات تخلطت لهم. لما كتجي هذه الأزمنة هذه، تجد المتكلمين في الدين يردون الناس إلى صوابهم، ويحاولون أن يقنعوا الناس على ترتيب أولوياتهم، يحاولون أن يقنعوا الناس حجم العبث الذي يعيشونه، وحجم الاضطراب الذي كانوا يعيشونه في ترتيب أولوياتهم، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا على مستوى ما يحصل للناس. حينما تكون أزمنة البلاء، تكثر الأخبار وتكثر الإشاعات ونقلها، والأخبار المزيفة وما يصح منها وما لا يصح بسرعة هائلة، مع التواصل الحديث جدا جدا تنشر الخبر كالبارقة في السماء. فالخبر يطير من بلد إلى بلد، ومن بلدان إلى بلدان، في دقائق معدودة، إن لم أقل في ثواني معدودة. هذا المستوى من نشر الخبر يأتي المتكلمون في الدين يحدث فيه توازنا مجتمعيا، ليقول للناس هذه الأخبار لا ينبغي أن تنشر على هذا الشكل، ليقول للناس ينبغي أن تتثبتوا في هذه الأخبار، إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا. فيريدون أن يعلموا الناس التثبت حتى لا يحصل الهلع والخوف في صفوف عموم المواطنين في المجتمعات الإنسانية كلها، مسلمها وكافرها، برها وفاجرها. فهذا المستوى ديال إحداث توازن مهم جدا، وهو عمل جاد وعمل قوي جدا من الأعمال التي يقوم بها المتكلمون في الدين، ودور هام جدا. رحنا ما نعرفوش القيمة ديالو. رحنا اليوم، وأنا لكم، ياما ذكرتها للناس، على أن مجموعة الناس تغيرت نفسياتهم، تغيرت النفسية ديالهم، عرفتوا باياش؟ رغيب ديك حجم المشاهدات ديال مواقع التواصل الاجتماعي. الإنسان صباح مساء يتصفح، عدد الحالات 1000، عدد الحالات 2000، السلامة يا ربي 3000، دخلوا ندوركم، السلامة يا ربي 4000، عدد الوفيات 100، عدد الوفيات 200، عدد الوفيات كذا، عدد المتعافين قل، الدكتور الفلاني قال، العالم الفلاني قال، السياسي الفلاني خرج خرجة. وهذه الأخبار حينما تصير مكرورة على المسامع، فإنها تلقى في العقول وتستقر فيه فتحدث نوعا من النفسيات المريضة. يأتي المتكلمون في الدين ليقولوا للناس كفاكم نشرا للأخبار، وكفاكم نشرا للإشاعات، أرجوكم من أيديهم على قلوبهم، على قلوبهم، تثبتوا في نشر هذه الأخبار، لا تخيفوا الناس، لا تروعوا الناس، لا تزعجوا الناس، لا تفسدوا حياة الناس، لا تجعلوا الناس مرضى، لا تجعلوا الناس مرضى، لا تجعلوا الناس متهور، لا تجعلوا الناس حيارى، لا يظنون، لا يدرون ما يفعلون. نريد من ينشر الطمأنينة، من ينشر التوازن في المجتمع، ولا نريد من يخرب هذا المجتمع، لأننا في مجتمع هو بمثابة السفينة. ما قيمة وجودنا في الحياة وسيكون من بين أيدينا ومن خلفنا، من أصحابنا وإخواننا وأصدقائنا وخلاننا وأحبابنا وزوجاتنا وأصحابنا، من هم مرضى نفسانيين؟ ما قيمة وجودنا نحن بوجود المرضى النفسانيين؟ إحنا اليوم أدوار العلماء العاملين المتكلمين في الدين، هذه من أهم أدوارهم، أنهم كيحاولوا يقوموا الميزان. ما عندكش الحق تنشر أي خبر هكذا، ويستدلون لك بنصوص الوحي، بنصوص القرآن وبنصوص السنة النبوية. ما عندكش الحق تنشر الخبر. علاش ما عندكش الحق تنشر الخبر؟ لأنه يحدث، لأن المآلات فيه قبيحة جدا، لأن مقاصده غير متحققة، فهو يحقق مقاصد عكسية. الأمر الآخر الذي يعمل المتكلمون في الدين على القيام به في هذه الأزمنة، وتصفية الدين مما يمكن أن يطاله من تحريف الغانين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ففي أزمنة الفتن مثل هذه الأزمنة تكثر، يكثر الهرج والكلام،
ويكثر المنتحلون ويكثر المغالون ويكثر المبطلون ويكثر الذين يتوجهون إلى أدلة الشرع بالإبطال وغيرهم. فالعلماء والمتكلمون في الدين المنصفون الوسطيون فإنهم يعملون على الرد على هذه الفتن، ويعملون على الرد على كل ما يمكن أن يسيء إلى هذا الدين، أو من يمكن أن يستغل هذا الدين لتمرير بعض الأفكار وبعض الإيديولوجيات وبعض الخلفيات التي تتخالف مع عموم الدين ومع وسطية هذا الدين. الفتاوى المضللة، الفتاوى المتشددة، الفتاوى التي تصف الناس بالكفار وتصف الناس بأنهم كفار بأنهم أغلقوا المساجد أو بمجرد أنهم أحدثوا تدبيرا احترازيا إجرائيا من شأنه أن يحدث نوعا من الطمأنة في صفوف المواطنين، وهو تدبير احترازي شرعي قائم على المصلحة المرسلة، محافظ الكليات الخمس التي تواتر المسلمون على معرفتها والحديث عنها، وعلى رأسها النفس والبدن. ها هنا المتكلمون في الدين دورهم هو هذا، دورهم أن يقوا المجتمعات من كل غال يريد أن يغلو في الدين، ومن كل مبطل يريد أن يحل الدين، ومن كل جاهل يريد أن يؤول الدين على وفق هواه، ومن كل أيضا من كل متصيد لهذا الدين يريد أن ينال من هذا الدين أو أن يصيب هذا الدين. الأمر الآخر الذي هو دور مهم من أدوار الشريعة هو أن المتكلمون في الدين عندهم دور قوي جدا في تقوية الحس التضامني والتكافل وتقوية أواصر التكاثف بين أفراد المجتمع الواحد. في أزمنة الوباء يكثر احتياج الناس تجتمع عليهم الأمراض، ويجتمع عليهم الخوف، ويجتمع عليهم الفقر والجوع والمخمصة. هؤلاء حينما تجتمع عليهم هذه الأمور فإنهم يكونون أشبه بالموتى. ها هنا ينبغي على المتكلمين في الدين من خلال دورهم العظيم أن يقوموا بهذا العمل الجبار، وهو تقوية الحس التضامني عند المسلمين. نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي بها، وربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا في كتابه، يذكر ربنا على أن المسلمين ينبغي أن يكونوا واحدا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه الشهير: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر بالسهر والحمى. وفي مسلم في الصحيح: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هنا راه مهم جدا هالشيء اللي كنقول لكم. علاش مهم؟ لأن هذا الحس التضامني قد يغيب. علاش قد يغيب؟ لأن الناس قد تفكر في نفسها. كيف أن في بداية الأزمة وبداية ظهور كورونا، وكانت أخبار تشير، لا في المغرب ولا في غير المغرب، تشير إلى أنه ربما على الحجر الصحي، فظن الناس الظنون والعقول ديالهم تقلبت، والناس بداو كيفكروا وكيقولوا الماكلة ما غتبقاش، والشراب ما غيبقاش، وكل شيء غادي يضيع كذا. الناس هرعت إلى الأسواق وأخذت كل المستلزمات، وسط بهذه اللفظة سطوا على كل المواد، وحملتها معها بواحد الشكل هستيري جدا. فالناس بطبيعتها لما كيحصل للخوف فإنها لا ترى إلا نفسها. هناك يجي المتكلمون في الدين وكيقول لك: لا سيدي، أنت بغير الناس لا تتعامل، وما قيمة وجودك بغير الناس؟ وهنا ينبغي أن تنطلق بذرة التضامن والتكافل والتكاثف، وأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن الله تبارك وتعالى يحب من يصنع المعروف. صنائع المعروف تقي غضب الرب سبحانه وتعالى، وأن كفالة المسلمين وإعانتهم ونفعهم والتكاثف معهم
والتضامن معهم وإعانتهم هي الطريقة المثلى في مثل هذه الأزمنة. هنا يظهر دور المتكلم في الدين. فالمتكلم في الدين يقوي الحس التضامني عن طريق هذه الطمأنينة المادية بعد الطمأنينة المعنوية التي يلقيها أولا، فيحدث نوعا من الطمأنينة، يسعى على الأرامل وعلى العجائز وعلى الصغار وعلى الأيتام وعلى المرضى وعلى كل من ليس لهم ما يأكلون ولا يأكلون، الناس اللي مساكن ما عندهمش والناس اللي ضعاف والناس اللي كذا، الإنسان يمر عليهم ويتحسس أحوالهم ويمشي يقلب عليهم ويمشي يوصي ويجمع الأغنياء واللي لاباس عليهم ويجمع من عندهم البركة ويعطين هذا ويعطين هذا ليسد هذه الحاجة، دي من أجل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. هذا السرور التي يدخله الإنسان على أخيه المؤمن، ما مرده؟ مرده إلى هذا المتكلم في الدين الذي علمك كيف تدخل السرور على أخيك المسلم، علمك كيف تقوي الحس التضامني في هذا الزمن الذي هو زمن هرج وفتن وتكاثف، والناس لا ترى إلا نفسها ولا تؤمن إلا بنفسها ولا تريد أن تعيد النفع إلا إلى ذاتها ولا تعتبر بشيء آخر إلا نفسها. والأمر الأخير الذي أريد ربما أختم به هو الدور الذي يقوم به المتكلمون في الدين في باب الأحكام الشرعية، لأن المتكلمون في الدين لا يطمئنون الناس فقط، لا يعرفون الناس بالله فقط، لا يصفون هذا الدين مما لحق به من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويعني وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، لا يقيمون فقط هذا الميزان أو التوازن المجتمعي، يوجهون فقط الناس إلى مواطن الخلل، ولكنهم يقومون بدور آخر لا يقل أهمية عن هذا الدور، هو دور قوي جدا، هو أنهم يعلمون الناس أحكام دينهم فيما يتعلق بهذه الأزمنة، أزمنة الجوائح، وما يمكن أن يطرأ من حجم الإشكالات عند الناس التي تحتاج إلى أجوبة سديدة، والفتاوى التي تحتاج إلى إجابات. وانتم كتعرفوا اليوم شحال مجموعة الفتاوى اللي صدرت بشأنها إجابات وافية، إجابات مهمة جدا ستبقى خالدة أبد الدهر بمناسبة هذا المصاب الجلل الذي ألم بالإنسانية جميعها. اليوم اش ما كتسمعوش اليوم على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي حجم الفتاوى اللي كاين، من مات بكورونا واش يغسل أم لا يغسل، واش كيف يغسل، كيف يدفن، هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه، هل يعتبر شهيدا أم لا يعتبر شهيدا، هذه فتاوى تحتاج إلى إجابات وافية. اليوم برز عند الناس ما يسمى بصوم رمضان، بعض الناس خرجوا كيقول أودي مورين كورونا، الناس في كورونا كيحتاجوا الماء وخصهم يشربوا وخصهم يفضلوا، طبعا هذا عبث، هذا عبث، هذا ماشي كلام علمي أصلا، هذا تخربيق، واش يصوموا ولا ما يصوموش، وخرجت فتاوى بهذا الشأن، الناس ملزمون بالصيام، الناس خاصها تصوم، لأنه لم يثبت علميا على أن الماء يقي من فيروس كورونا، كاين شي هادشي كاع مرة باش الناس يشربوا كل 3 ساعات ولا كل 2 ساعات. حجم ال يعني حجم الفتاوى الكبيرة جدا، مثلا ظهرت مؤخرا، واش نصلي ولا ما نصلي، واش نصلي التراويح ولا ما نصليش التراويح عبر وسائل التواصل الواتساب عن بعد بعدك، زعما يعني الناس في أماكن مختلفة ويديروا وسيلة من الوسائل من الوسائط الاجتماعية ويديروا إمام فيما بينهم ويصليوا، هذه فتوى وصدرت فيها مجموعة الأجوبة، منها الأجوبة ديال أستاذنا السي الروقي والجواب ديال أستاذنا السي مصعب بن حمزة، أجوبة مختلفة وفيها دراسات اليوم. فهذا العمل بالأحكام الشرعية مهم جدا، هو من الأدوار الرائدة التي يقوم بها المسلمون، يقوم بها المتكلمون في الدين عموما، بالإضافة إلى مجموعة أخرى تحتاج إلى إجابات أخرى. فهذه الأدوار التي يقوم بها المسلمون لا يمكن أن يستهان المتكلمون في الدين عموما، لا يمكن أن يستهان بها، لا يمكن أن يقال إنهم مقصيون من الحياة، لا يمكن أن يقال إن المتكلمين في الدين لا أدوار لهم، المتكلمين في الدين لا يمكن أن يفعلوا شيئا للحضارة الإنسانية، الحضارة الإنسانية لا تتكون في جانبها البدني في جانبها المادي، وإنما الحضارة الإنسانية لها جانب آخر، والشق المعنوي الشق الروحي، والشريعة تستطيع أن توفي بهذا الجانب وتستطيع أن توفي بالجانب،
لأنه لا يمكن أن نقارن نحن هذه الفلسفات المختلفة والأفكار المختلفة وهذه النحل الموجودة وهذه الصناعات الموجودة أن نقارنها بالإسلام، لأن الإسلام شريعة، الإسلام شريعة يمكن أن يحتوي الكل، فما وافقها فهو الصواب وما خالفها فليس الصواب، وما لم يوافقها أو يخالفها ولم يظهر له يظهر لنا أنها توافقه أو تخالفه فهو على الإباحة، وهكذا تنظر الشريعة إلى هذا الأمر. ففيها واحد التوازن رهيب جدا نحتاج إلى أن نعرفه، لأن المشكل إحنا عندنا، المشكل في فهمنا، مشكل في إدراكنا، ومشكل في معرفتنا لحقيقة هذا الدين، مشكل في معرفتنا لقدر هؤلاء المتكلمين في الدين. أنا وددت لو حدثتكم أكثر من هذا، وما أنا لم أشبع منكم، ولكن لعلي أقف عند هذا الحد وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مجددا أثني ثناء بعد ثنائي الأول على القائمين على هذه الصفحة المباركة والذين أتاحوا هذه الفرصة لي للتواصل معهم، الذي له ما بعده إن شاء الله تعالى. أراكم في لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.